بخصوص المسجده ديال الجلسه اليوم، هي كيف ما شفتوا كانت الجلسه اليوم عرفت تقديم واحد المجموعه من الطلبات الاوليه من طرف الدفاع ديال الصحفي حميد المهداوي، تقدم بها الاستاذ المسعودي، الاستاذه انيسه، الاستاذ الجامعي، الاستاذه الوديع، وسبق تقدم الاستاذ المرابط والاستاذ حجي مجموعه من الطلبات. هاد الطلبات كامله كانت كتصب في بطلان هاد المحاكمه من الاساس، لانه الاساس اللي تبنى عليه المحاكمه وهي واحد المكالمه. هذيك المكالمه فيها نقاش، المكالمه كانت او التصنت، كان التصنت اللي تجرى على الهاتف، سواء كما تيقولوا لانه كاين مشكل في هذا التصنت، يعني بطلان التصنت من الاساس. وعلاش بطلان التصنت؟ بطلان التصنت لانه كان عندنا واحد جوج المحاضر، محضر تيقول بان التصنت كان عندنا ابراهيم البوعزاتي، ومحضر الاخر تيقول بان التصنت كان على الصحفي حميد المهداوي. وكما قال الاستاذ المسعودي، الا كان هذا التصنت على البوعزاتي، كيفاش عرفتي انت؟ النيابه العامه ولا الشرطه القضائيه ولا قضيه ما قدموا حتى شي وثيقه تثبت بان هذا الرقم 03 كذا كذا راه ديال هاد السيد ديال ابراهيم. كيفاش عرفتوا انت ديال ابراهيم؟ واش عندكم شي كونترا؟ جبتوا لنا شي كونترا كتبين بان هاد التليفون ديال ابراهيم البوعزاتي بصح هاد الشخص هو ابراهيم البوعزاتي، هو او شخص مجهول او ما كاينش او وهم او روبو او ما نعرفش شكون هو. واش درتوا شي هاد اي رقم تيكون تابع الوكاله، هو رقم اجنبي، كيفاش انت تصنت عليه؟ واش جبتي شي امر قضائي بالتصنت على، واش درتي شي انابه قضائيه لهولندا جابوا لك الرقم؟ واش جبتي شي كونترا بان هاد السيد راه كيتعامل مع هاد الشركه مثلا معينه؟ واش عطاتك شي حاجه تثبت بان هاد السيد راه هو ابراهيم البوعزاتي؟ بصح هذا من جهه اخرى كاين قلنا محضر اخر ديال قضيه التحقيق كيقول لك التصنت كان على المهداوي. اذا وقرار الاحاله تبنى على هاد جوج المحاضر، جوج المحاضر المتناقضه. اذا قرار الاحاله في حد ذاته اللي حال المهداوي على الغرفه الجنائيه هو قرار، هو هذا القرار غير 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 قائم، لانه ما يمكنش تبني قرار على واحد جوج تناقضات، اللي هو واحد تيقول لك التصنت على المهداوي والاخر كيقول لك التصنت على البوعزاتي. كاين مشكل اخر هو ان المكالمات اللي جرت ما بين هذا المجهول وابراهيم وحميد المهداوي جرت يوم 27/28 ماي 2017. الامر بالتنصت على هذا الرقم اللي قالوه الهولندي حق جايوت فوقاش كان الامر كان حتى 30 ماي. كيف يعقل؟ يعني التصنت كان خارج الاطار القانوني، سواء على المهداوي سواء على البوعزاتي، يعني التصنت كان خارج الاطار القانوني. اذا هذا التصنت من الاساس اللي هو اصل المتابعه خصو يسقط، انه تصنت باطل. بالاضافه الى ان عدم اختصاص هذه الهيئه كما طالبوا مجموعه من الاساتذه، عدم اختصاص الهيئه يعني مناقشه هذا الملف، لان حميد المهداوي مقيم في مدينه سلا، المركز ديال المقر بديل كان في مدينه سلا، لماذا تم الاحاله ديالو على هذه الغرفه هذه؟ لماذا لم تتم متابعته في مدينه سلا؟ يعني هذه كل اجراءات هذه من بين الطلبات اللي كانوا طالبوا الاساتذه، بالاضافه الى ان كما قلت هذا القرار الاحاله يعني تبنى على واحد مجموعه من التناقضات، اللي هو هذا واحد تيقول تصنت على المهداوي والاخر تيقول تصنت على البوعزاتي. هذا القرار الاحاله اصلا غير قائم، غير سو. اذا خاص طلبت واحد الاستاذه اللي هي الاستاذه انيسه، طلبت القاضي باعاده فتح التحقيق في ملف الصحفي حميد المهداوي. وهذه تقريبا هذه هي مجمل يعني الطلبات الاوليه اللي كانت تقدموا بها الاساتذه، وكان دابا ترفعت الجلسه الاستراحه على ما اظن، هما دابا بداوا. نعم شفتوا مزيان، صحيح مزيان مزيان مزيان، راه هو دائما كيشكر الجميع. وكنت بالصدفه كنت جايه تلاقيت مع واحد الزميل ديالو، سلم عليا وصيفط له السلام وقلت له، قلت له وعجبو الحال وتيسلم على الجميع وعلى الاساس الزملاء ديالو، وبالنسبه له هو اكبر سند هو هذه اللمه الصحفيه تجاهه، وهذا هو بالنسبه له هو اكبر سند ممكن، يعني ممكن يصبروا على داك الشيء اللي فيه، هذا الشيء اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتبارطاجيو لا فيديو مع صحابكم ومواقع التواصل الاجتماعي. ما تنساوش ديروا جيم وتضغطوا على الجرس باش يوصلكم جديد ديالنا.